عندك قصة بقى مع بنت الناظر في الابتدائي، كانت هي لازم تبقى بنت الأولى الناظر. عليكم، وهي الفنانة النجمة الجميلة رغم ابتعادها. احكي لنا القصة. نسرين. نسرين. الله، وبنمسي عليها يا نسرين جميل. بعيونها الملونة الحلوة دي. نسرين. مرات صديقي وحبيبي محسن. هي كانت بنت الناظر؟ أنا كنت بنت الناظر والناظرة. أنا كنت في مدرسة في مصر القديمة اسمها، هي المدرسة اسمها سيدي عبد المتعال. أوكي. فإحنا كانوا بيدلعوها مسمينها مدرسة الشيخ أحمد. هي دلوقتي بقت مكتب آلة كاتبة أو تهدد حاجة كده. فكان نسرين هي مامتها النظرة بتاعت بعد الظهر، وباباها النظرة بتاع الصبح تقريبا، يعني ده حاجة لطيفة. فكنا بنعمل احنا آخر السنة مسرحية كل سنة في المسرح. فكنا كنت أنا في فريق التمثيل، كانت هي بتيجي نسرين، كانت في برامج التلفزيون طبعا، فكانت هي بتيجي البطلة. طبعا نجمة بقى عشان باباها سواء البطل ست البطل راجل، هي البطلة. بس هقول لك على حاجة، لا هي لازم تبقى البطل. طبعا. ليه بقى؟ اولا احنا عارفه تيل مرايل تيل ناديه دي، تيل ناديه المرايل تيل ناديه، وكاوتش البلاستيك اللي مش عارف ايه والايه، والشنطه تيل ناديه، حاجه يعني وهي شياكه والله العظيم. روحي بقى على المحترفه اللي جايه تمثل معانا، شعر اصفر، عينين زرقاء، ابيض بفته، لابسه بفته وشراب بفته وكوتش ابيض. لا يعني يا شياكة. جماعه لا، لازم تبقى نجمه، لازم تبقى البطله. فكانت نسرين هي البطلة بتاعت المسرحية بتاعتنا، سواء البطل راجل أو ست هي البطلة. رغم أنها مش في المدرسة معاكم. في المدرسة. لا هي ما كانتش في المدرسة، ولا هي كانت معاكم في المدرسة؟ لا ما كانتش معانا. أيوة ما كانتش معاك، بس هي بطلة معاكم. لابسة أبيض في أبيض ملاك نازل، وإحنا تيل نادية. إيش جاب اللي جاب؟ هي كانت في مدرسة خاصة أو حاجة كده يعني. وما شفتهاش من ساعتها. طب أنا عايز أسأل سؤال، أنت ليه وجهة نظرك دايماً بتقول إن ليالي الحلمية وشها حلو على كل الفنانين اللي اشتغلوا فيها؟ ليه؟ اقول لك، لان ده العمل اللي فيه عناصر نجاح مكتمله. مكتمله. ده حقيقي. ورق كويس اللي هو النص، ومخرج كويس، كاست المخرج والورق كويس، عملوا كاست كويس. فبقى كل اللي عدى في ليالي الحلميه استفاد. كان في ناس نجوم بدا نجومهم يخفت، ليالي الحلميه طلعتهم تاني. اللي عدى في ليالي الحلميه عمل مشهد اتعرف. لان المسلسل كان متشاف جامد جدا، متشاف. فالجميع اللي في ليالي الحلميه بقت ورقه بوستر. الحاله بتاعت ليالي الحلميه انت تقدر توصفها؟ كانت عامله ازاي؟ كنتوا عاملين ازاي مع بعض؟ يا خبر ابيض. والله مهما قلت لك يعني، هم طبعا ناس كده تطلع تقول احنا كنا اسره واحده وكنا، لا احنا فعلا كفايه يعني. استاذ اسماعيل الله يرحمه، الله يرحمه، اسماعيل عبد الحافظ، الفول والطعميه والبتنجان والبطاطس وضرب الجلابيه، وتملك كنت اقول للمساعد هاتني اول مشهد الصبح عشان اروح افطر، ونروح نفطر ونعمل. وبعدين يعني حب غير عادي منا بجد، لان هو كمان انت ما عندكيش فرصه تحقد على حد، لان انت مع شبعانه استاذ اسامه. يعني ما تيجي تتفرجي مثلا على سليم البدري والعمده، تلاقي مثلا ممكن سليم البدري مشهد واحد في الحلقه والعمده طول الحلقه، انما المشهد ده قد المشاهد دي كلها. هو كان بقيه الممثلين كده بقى، كاتب لكل ممثل مثل يا معلم، انت عايز تمثل اتفضل. فكلنا شبعانين يعني كلنا. طب في المسلسل مفيش مجال نحقد على حد في المسلسل ده؟ لا كلكم كنتوا نجوم يعني، كل الادوار صح، كل واحد فيها نجم. كان في يوم كامل اتعادل التصوير تقريبا عشان حسن يوسف كان المفروض يبقى شنب او من غير شنب، وصور هو صور ما حدش خد باله. ده كنا في استوديو الاهرام، والحلقات كانت بتسافر زمان يوم بيوم، يعني كانوا بيجوا في المطار ياخدوا الحلقه بسرعه على المطار، على الخليج على السعوديه وبتاع، بياخدوا الحلقه ما كانش فكنا على الهوا، فلازم المشهد يتصور عشان هيتسقط في الحلقه اللي مسافره بكره او مسافره النهارده بالليل. فروحنا طبعا بنصور خلاص فجر جدا خلصانين، واحنا مش شايفين وبنصور من قبلها ب 20 ساعه. فراجعين بعد ما خلصنا المشهد اوكي، فانا راجع فالاستاذ حسن ماشي جنبي بقول له يا انت ما صدقت المشهد خلص وشلت الشنب يا استاذ حسن؟ قال لي ايه؟ يا نهار اسود، ده انا صورت من غير الشنب. يا جماعه الحقوا الحقوا الحقوا. رجعنا بسرعه طبعا، خدنا الشوط تاني وركب الشنب. شوفي من التعب لا هو خد باله انه مش مركب الشنب، ولا اللي في العربيه، ولا المخرج، ولا المساعدين. بس لما اخدتوا بالكم رجعتوا تاني عدتوه؟ عدنا الشوط، عدنا الشوط تاني الحمد لله لحقناه يعني. طب انت عندك العكس بقى في ذئاب الجبل، انت قلت ان ذئاب الجبل على قد ما هو مسلسل ناجح جدا الا انه فاله ما كانش حلو. نحس. على النحس. نحس.
نحس. كنا بنقول يا رب ان يخلص قبل يعني. رغم انه كسر الدنيا. في خمسه ماتوا. خمسه ماتوا وقتها. مسلسل. الله يرحمه الاستاذ صلاح عبيد. الله يرحمه. كان هو اول واحد بيعمل الدور. وبعدين الاستاذ عبد الله غيث ما خلصش الدور. الله يرحمه. وبعدين خاله ماجده ابو عميره. وبعدين عمه مش عارف مين. فكل شويه حد بيموت لغايه ما وصلت ان الواد اللي عامل ابن سماح انور. سماح انور وقع من الميكروباص مات. واد صغير الطفل. طب فقلنا لا ده هيخلص علينا المسلسل ده هيخلص علينا المسلسل ده فاشل ونحس وخلصونا منه باي طريقه. سبحان الله نجح. قلت هيفشل. ما مسلسلين انا راهنت عليهم بالفشل ونجح. عملوا عكس هو والوتد. الوتد الله ده لا الوتد ازاي كنت حاكم عليه بالفشل. الله يرحمه هو كان فتوح. والله يا حاجه اخر ايامك تعملي عيال فلاحين زباله ثعلبه فاطمه ثعلبه ده من احلى ادوارها. ما حدش هيتفرج علينا يا حاجه هيقلبوا. لا طبعا. ايه حياه يوميه الاسره في الريف تهم الناس. خيري شلبي كان عامل حاجه ده كسر الدنيا. الوتد ده كسر الدنيا. خبر ابيض الاثنين الى الان لما بنذهب. طبعا ما انا بقول لك ساعات احنا بنراهن على حاجات. يعني انا كنت عامل مسلسلين وكان فيهم مع بعض انزل ابقى مبسوط قوي ومرات تقول لها النهارده هو ده بتاع ضرب الطيب بيشيل الديك ونادر جلال الله يرحمه شمس دي الله يرحمه حاجه شيء رائع يعني شيء خيالي مسلسل خيالي يعني. وعامل جنبيه مسلسل تاني عشان الفلوس فبنزل الاوردر كان اسمه ايه؟ نفسي. انت قلت كل حاجه جت على دي. امراه من الصعيد الجواني. ماشي. امراه من الصعيد الجواني معالي زايد الله يرحمها. فنجح امراه من الصعيد الجواني. فنجح المسلسل ده والتاني ما فما فمرات تقول لي اقول لها النهارده ضرب الطاقه بتاع. فلما جيت قلت لها اما جم مسلسلات رمضان كان لجنه بتشوف ضرب الطيب امتياز مع مرتبه الشرف الاولى في احسن وقت اذاعه والتاني اذاعه كده حطوه في اي حاجه يعني. فعلى تقول لمراتي ضرب فجات قالت لي هو انت كنت بتقول قلت لها امراه من الصعيد الجواني قالت لي كل اصحابي في الشغل عجبهم امراه من الصعيد الجواني بيقولوا له هو ده المسلسل وايه البايخ الثاني اللي هو عامله ده